السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ من يوم جديد وصفة جديدة من قناتنا، قناة وصفات سنة أولى مطبخ. النهاردة هنعمل حاجة جميلة وجديدة، هنعمله البفتيك الكداب. شايفينه جميل قد ايه؟ وينفع مع طبق مكرونة وسلطة الطحينة. وجبة جديدة وسهلة وتنفع في الرحلات او كوجبة سريعة او غدا. تعالوا نشوفه مع بعض هنعمله ازاي ومقاديرنا ايه. المقادير معايا هنا هشتغل بيها البفتيك الكداب. هشتغل بنص كيلو لحمة مفرومة وبصلاية، ومعاها 3 فصوص او فصين ثوم مفرومين، مرق الدجاج، فلفل اسود، معلقة صغيرة، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة زعتر، ومعايا نص معلقة 7 بهارات، ومعايا كمان معلقة كبيرة بقسماط مطحون. بس كده هاخد كل حاجتي دي. الاول هبدأ بالبصل والثوم والمرقة والفلفل الاسود والملح والزعتر وال7 بهارات، وهحطهم في الكبة يتضربوا مع بعض. هوريكم هنعمله ايه. جبت الكبة اهي معايا، هبدأ انزل فيها بالمكونات بتاعتي. حطيت البصلة، وحط عليها كل البهارات كلها. وهنزل معاهم معلقة كبيرة البقسماط، معلقة كبيرة مليانة يعني. هرجع اضرب تاني، خلاص عندي كله اهو الطحن. هاخد بقى كل ده وانزل بيه على اللحمة. هجيب الخلطة اللي انا عملتها بتاعتي اهي، وهنزل بيها على اللحمة بتاعتي. يا سلام على ريحتها. وهعجن كل ده في بعضه. عجينها كويس قوي فيها. عشان التتبيلة دي تبقى اللحمة خدت كل طعمها. برضو الملح عشان خاطر انا تملي اقول كده، الملح حسب المذوق يعني. اللي عاوز بيحب الاكل حادق ممكن يحد عن كده، بيحب عادي يخليه ايه ملحه اقل من كده. وانا بحط معلقه صغيره ملح لان مرقه الدجاج بتبقى مالحه، علشان الاكل عندي ما يبقاش حادق قوي. قلبتها كويس، هسيبها في التلاجة ممكن من بالليل للصبح عشان خاطر اللحمه تشرب كويس قوي من التتبيله، او لو انا مستعجله هسيبها حوالي ساعه لساعتين وهرجع اوريكم هنعمل فيها ايه. شايفين معايا بقى بعد ما الخلطه بتاعتي دي اللي هي بتاعت البفتيك الكداب باتت معايا في التلاجة، انا هعمل ايه بقى. جبت كيسين تلاجة وفتحتهم، واحد حطيته تحت كده وواحد فوقيه. هبدأ احط
منها كده بينهم، احط كده واقوم جايه بقى الثلاجه تاني حاطاه فوقيه كده اهو كده، وابدا افرده. لو عندي بقى نشابه افرد كده لحد السمك اللي انا التخانه اللي انا عايزاها، وهجيب بقى حاجه اقوم مقطعه بيها. هقطع بايه؟ اي حاجه عندي، عايزاه يطلع شكله مدور، عاوزاه يطلع شكله بيضاوي زي البفتيكه مثلا، باي علبه كده مثلا اقوم عامله كده اهو، هيطلع لي الشكل بتاع البفتيك. بس طبعا دي هتبقى كبيرة قوي، يعني مثلا الطفل صغير لو عطيته له هتبقى كبيرة قوي، فانا ممكن اقطعها بحاجة تانية. ممكن اقطعها مثلا بكوباية، عندي تكون كوباية قطاعة غطا زي ده كده، اقوم عاملة بيه كده اهو، تطلع كده قطعة مدورة كده اهو. انا ولادي بيحبوه مدور كده، فانا هعمله كله مدور كده اهو. عايزة انتي تعملي الشكل البيضاوي بتاع البوفتيك عادي، ممكن تعمليه مثلا بأي حاجة بيضاوية عندك كده. هبدأ بقى ايه، اجيب حاجة وارصه كده عليها كده وهكذا. انا هعمل الشكل المدور قلتلكوا عشان انا الولاد عندي بيحبوه مدور. عايزين تعملوه بيضاوي هتعملوه بيضاوي. احاول اسويه كده شوية واقوم رصته كده هخلص وهكذا. شايفين بقى انا خلصت خلاص اهو تقطيع، شايفين عمل لي كمية قد ايه. عملت حبة بيضاوي شكل البفتيك، وعملت حبة مدور اهو عشان الولاد بيحبوه. هقول لكم بقى هنعمله ايه، هنكمل شغلنا عليه ازاي. هنبدأ بقى نعمل ايه. جبت دقيق ابيض اهو، هبدأ اطرب البفتيك بتاعي فيه كده وارجع احطه. ايه فايدة بقى ده؟ اولا بيدي غلاف للحمه، تاني حاجه انا هكمل ازاي، هحط في بيض وبقسماط، فاللحمه كده لما هاجي احطها في البيض، البيض مش هيلزق في اللحمه، هينزل من عليها، انما كده هيلزق عشان الدقيق، هيلزق في الدقيق. فهمتوني؟ انا ممكن اعمل ايه، ممكن احط كده وبعديه في البيض وبعديه في البقسماط على طول، بس انا بحب اعمل ايه بقى، اسهل لي ان انا اخلص الكميه دي كلها بالدقيق، بعدين اقوم جايبه بقى البيض والبقسماط اشتغل عليه. يبقى اللي هعمله هركنه كده، العملية بتاخدش مني 3 دقايق بالظبط اهو كده اهو، زي ما انتم شايفين اهو، سهلة خالص. واللي هبدأ بيه هو اللي هبدأ احطه في البيض والبقسماط. اطرب الكمية اللي عندي كلها وارجع لكم. جبت اهو البقسماط بتاعي وحطيت عليه معلقه من اللي هو البهارات بتاعت الكفته اللي هي زي الفيجيتور بتاعت فاين فودز دي معلقه، وجبت بيضه اهي وحطيت عليها فلفل اسود وهربها، ربها كويس. بس هاخد بقى ايه، هبدأ اخد اهو البفتيك بتاعي وهنزل بيه كده في البيض ده، هطلع بيه. انا اهو مقلبتش الفيجيتار على البقسماط اهو، اقلبه بس الاول
دبه كويس وبيديله طعم جميل. هاخد بقى قطعة البفتيك اهي بتاعتي وانزل بيها كده والزقه فيها كويس واتك عليه كده، احاول انزل الزيادات بس وهرص. هاخد قطعة تانية هنزلها اهو واقلبها واطلع بيها على البقسماط والزقه فيها كويس. بس كده اهو هكمل بقية الكمية بتاعتي وارجع لكم تاني. عملت الكمية اللي عندي اهي كلها بالبيض والبقسماط، هسيبها بقى في التلاجة لمدة نص ساعة بس على بال ما الزيت بتاعي احطه على النار ويبدأ يحمى وهقوم قلي على طول. مش هعلي النار قوي، هخلي النار وسط عشان البفتيك بتاعي الطبق اللي عليه من بره ما تتحمرش ويبقى هو اللحمه بتاعته من جوه نيه. هطلع اهو البطيخ بتاعي اهو استوى كده كويس قوي، وهبدأ اطلعه على طبق يكون حاطه فيه ورق مناديل. البفتيك بتاعي اهو بعد ما خلص وقليته، جربوه ان شاء الله هيعجبكم، ولو عجبكم يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان قناتنا تكبر ونحط وصفات اكتر وتوصل لناس كتير. وشكرا ليكم ولمتابعتكم معايا، السلام عليكم.